نشرة أخبار الظهر من التلفزة التونسية، أهلاً بكم مشاهدينا وإليكم العناوين. تواصل فيض التعازي في وفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، رئاسة الجمهورية تعلن موكب الفرق اليوم، وملك الأردن في زيارة لتقديم التعازي. الهيئة الفرعية للانتخابات تتقبل القائمات الانتخابية للتشريعية القادمة في آخر يوم لإيداع الترشحات. حجاج جابس يتوجهون نحو البقاع المقدسة وسط جهود مكثفة لتيسير الإجراءات الأخيرة لسفرهم. مرحبا بكم. تعيش تونس خامس أيام الحداد الوطني وتنكيس الرايات الوطنية إثر وفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي. ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية ورد بالصفحة الرسمية فيسبوك، سينتظم مساء اليوم موكب فرق الرئيس الراحل ابتداء من الساعة 5:30 مساء بمقر إقامته بدار السلام بقرطاج. ويتواصل نعي الرئيس الراحل من قبل العديد من قادة الدول عبر برقية التعزية وكذلك عبر الحضور. ويتوجه اليوم الملك عبد الله الثاني إلى تونس لتقديم التعازي بوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية يوم 25 من جويلية، وتم مواراته الثراء السبت الماضي في جنازة وطنية مهيبة. وفي برقية التعزية في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي نشرتها اليوم سفارة ألمانيا بتونس، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الراحل كان طرفا فاعلا وشجاعا على طريق الديمقراطية في تونس. وأضافت ميركل إن الرئيس الراحل كان رجل دولة ومسؤولا في تفكيره وأفعاله، ودفع بالتغيير الديمقراطي في تونس قدما وبشكل حاسم كرئيس للوزراء وزعيم للحزب وأخيرا كرئيس للدولة. في شأن آخر، يوافق نهار اليوم 29 من جويلية آخر أجل لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 6 أكتوبر المقبل. وحسب نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، فقد وردت على الهيئة 777 قائمة حتى 10 من صباح أمس في جميع فروعها منذ انطلاق قبول المطالب في 22 من جويلية الجاري. وفي آخر يوم لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية رصدت كاميرا الأخبار نسق المشاركة في هذه العملية في ولاية تطاوين. في ولاية تطاوين يستمر قبول ترشحات القوائم الانتخابية حزبية وائتلافية ومستقلة للانتخابات التشريعية القادمة في نسق يشهد ارتفاعا مع اقتراب آجال تقديم الترشحات لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية تطاوين. الغالب العام هي قائمات حزبية، إلى حد الآن توصلنا ب 11 ملف قائمة حزبية و4 ملفات قائمات مؤتلفة و3 قائمات مستقلة. وبالتوازي مع تقديم هذه القوائم لترشحاتها يستمر الحديث في الجهة حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية خاصة من قبل الشباب وضرورة اختيار الأفضل لخدمة الجهة. شفنا توا حتى في عندما توفي الرئيس الباجي رحمه الله المؤسسات الدستورية والدستور تعدت الأمور كلها بسلاسة من غير شوشرة ومن غير مشاكل ومن غير حد شيء. لذلك يا شباب زودوا ما تخافوش، حقكم مرسوه. أنا نتوجه إلى الشعب والشباب خاصة طبقة الشباب باش يشاركوا في الانتخابات، باش يكون المنتخبين يكونوا معناها في مستوى ثقة الشعب. وفي قراءة أولية لخريطة القائمات المترشحة إلى حد الآن للانتخابات التشريعية بولاية تطاوين، بحسب الملاحظين يستمر تقدم القوائم الحزبية كما هو الحال في الانتخابات السابقة بالجهة. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون أفاد بجاهزية الهيئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية. وذكر بافون لمصادر إعلامية محلية أن اجتماعا بالأحزاب السياسية من المنتظر عقده يوم غد الثلاثاء سيتم خلاله الإعلان عن تفاصيل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وكذلك التشريعية. وكانت الهيئة العليا للانتخابات أعلنت الخميس المنقضي تاريخ 15 سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية
الرئاسية السابقة لأوانها، والتي أعلنت إثر شغور منصب رئيس الجمهورية بعد وفاة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رحمه الله. مع تواصل الرحلات نحو البقاع المقدسة، توجه حجيج ولاية جابس ليلة البارحة لأداء مناسك الحج في رحلة انطلقت من مطار جابس مطمطة الدولي في اتجاه مطار المدينة المنورة. وقد تجندت جميع الأطراف المتدخلة بمطار جابس مطمطة الدولي لتمكين الحجيج من إتمام الإجراءات الأخيرة للسفر بسلاسة ويسر. بكل يسر أتم حجيج ولاية جابس بمطار جابس مطمطة الدولي للإجراءات الأخيرة للسفر إلى البقاع المقدسة. الحجيج عبروا عن سعادتهم الكبيرة بإتمام الركن الخامس من أركان الإسلام، وأكدوا أنهم تلقوا تكوينا يساعدهم على إتمام فريضة الحج على أكمل وجه. 6 سنين وأنا في الانتظار، الحمد لله يا رب، الله يا رب يوفقنا إن شاء الله ونأدوا هذا كمان ناسك الحج بسلام ونروحوا لاباس، ورب يوفقنا ويعاوننا إن شاء الله يا رب. الحمد لله، والحمد لله الحق تبعنا الإجراءات الكلها من قبل شهر رمضان إلى لحد الفرض، والحمد لله رب العالمين كانت الأمور واضحة بالنسبة للأخيان الكل وسهلة والحمد لله. كانت دورات تكوينية فهمني الله زادة ميسرة ومبسطة فهمني الله، يعني بالعربية بالدارجة فهمني الله، على خاطر فما الصغير وفما الكبير فهمني، وإن شاء الله تكون فهمني الله الإجراءات غاديك اللي نتمنوها على ربي فهمني الله يسيرة. بمطار جابس مطمطة تجندت كل الأطراف المتدخلة لتوفير الإحاطة اللازمة لضيوف الرحمن ولتمكينهم من كل الخدمات التي يحتاجونها. نحاولوا أن نكون قريب منهم، نحاولوا أن ثم شكون جاي ناقص دواء مرض مزمن ولا حاجة باش نمدوا بها باش نعاونوهم، وموجودين هنا اللي فيه هو في حالة ما نجمش يمشي باش يوصل للطيارة حاجة، نعطوه الكرسي ونحطوه في بلاصته ونوصلوه له أمور منظمة. النافذة هذه دورها هي تمكين حجيجنا الميامين من تبديل العملة. هناك العديد من الحجيج معناتها مازال يستحق باش يصرف البريد التونسي على عين المكان هنا في مقر مطار مطمطة جابس مطمطة باش يمكنهم من الحصول على المبالغ معناتها اللي يستحقوها من العملة الريال السعودي أو غيره. حجيج ولاية جابس الذين يفوق عددهم 300 حاج وحاجة، سافر منهم 253 حاج وحاجة من مطار جابس مطمطة والباقي من مطار صفاقس الدولي. في إطار الإحاطة بالإطارات المسجدية في مختلف اختصاصاتهم، نظمت وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع المعهد الرشيدي دورة تكوينية لفائدة عدد من المؤذنين. الدورة التي اختتمت اليوم تمحورت بالخصوص حول النطق الصحيح، مخارج الحروف والنغمات. تعليم المؤذنين النطق السليم وتكوينهم في المقامات التونسية على يد أساتذة مختصين في الصوتيات والموسيقى من أبرز أهداف الدورة التكوينية للمؤذنين التي نظمتها وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع المعهد الرشيدي. الدورة هذه فادتنا برشا حاجات خاصة في النطق. جل المؤذنين عندنا برشا أغلاط، منهم العبد لله فهمتني، وتعلمنا نغمات. عندي عام ونص ولا عامين هكاك نذن عادي، معناتها جينا للدورة هذه تعلمنا الأذان، تعلمنا النغمات، تعلمنا مخارج الحروف، تكوننا، ما زلنا نطمحوا باش نكونوا خير إن شاء الله، ونحبوا على دورات قادمة إن شاء الله، معناتها تعاوننا. دورة اختتمت اليوم بتتويج المشاركين فيها، وقد أكد القائمون على تنفيذها أن الأذان لابد أن يكون بالمقامات التونسية وأن ينطق بطريقة صحيحة. الأذان التونسي اللي هو يتقال 5 مرات في النهار، واللي هو فيه دعوة ربانية للصلاة، واللي هو رمز بالنسبة للحياة التونسية بداية من الفجر إلى صلاة العشاء، على الأحسن تكون بنغمات تونسية وتكون بالمقامات التونسية وتكون بالطبوع التونسية. حاولنا ساعة نصلحوا النطق، يعني كيف ينطق نص الأذان حسب القواعد المتعلقة بذلك. ثم حاولت أنا لمن له استعداد لأداء الأذان منغما، حاولت باش نصلح ما يمكن إصلاحه.
وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أكد لدى إشرافه على اختتام هذه الدورة أنها بمثابة إهداء لروح رئيس الجمهورية الراحل. ما نجمش يوم ما نحكيش على الأستاذ باجي قايد السبسي ربي يرحمه، خاطر ديما في كل خطاب نتاعو كان ترجعوا لها يحكي على المدرسة التونسية، يحكي على الزيتونة، يحكي على القيروان. أنا كان لي شرف باش خدمت معاه، وكان لي شرف هالعميل الغرانيين باش كان عندي تواصل معاه، كان ديما يثير المسألة هذه، ديما يثير واليوم اليوم اختتام هالدورة هذه أنا نعتبرها هداء إلى روحه الزكية إن شاء الله. دورة تندرج في إطار الإحاطة بالإطارات المسجدية في مختلف اختصاصاتهم، فضلا عن الانفتاح عن بقية المؤسسات ومكونات المجتمع المدني، بما من شأنه أن يحقق الإضافة ويعاضد مجهود الوزارة. في مشغل آخر، توصيات عديدة لمزيد ضمان حق النفاذ إلى المعلومة في تونس تم تقديمها اليوم في لقاء نظمه مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بالتنسيق مع هيئة النفاذ إلى المعلومة. هذه التوصيات وردت في دراسة تم إعدادها من قبل فريق من الخبراء. تشخيص واقع النفاذ إلى المعلومة في تونس والتحديات المطروحة لمزيد نشر ثقافة المساءلة والشفافية، من بين المحاور التي تضمنتها الدراسة التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. دراسة أفضت إلى عديد التوصيات لمزيد ضمان حق النفاذ إلى المعلومة. على الصعيد القانوني كيف يمكن يعني تعزيز الضمانات القانونية، على الصعيد المؤسساتي كيف نرسم استراتيجية، كيف كذلك هناك جوانب تتعلق بالتنظيم الإدارات، تنظيم الأرشيف، تصنيف الوثائق الإدارية، هناك مسائل تهم التحسيس والتكوين والتوعية، هناك يعني خطة المكلف بالنفاذ داخل الإدارات كيف هيكلته ودعم صلاحياته. خلال ندوة صحفية قدمت هذه الدراسة التي احتوت على ملامح استراتيجية تنظم وتنسق بين جميع الأطراف المتداخلة لضمان حق النفاذ إلى المعلومة. اخذت معناتها آراء وأفكار هيئة النفاذ المعلومة من جهة، الحكومة ممثلة في الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة أخرى، منظمات المجتمع المدني، صحفيين، إعلاميين، كل الناس المعنية بتكريس مبادئ هذه، مبادئ الشفافية، مبادئ المساءلة، مشاركة المواطنين في الحياة العامة، كيفاش نوظفوا الإمكانيات المتاحة وكيفاش نبحثوا على أفضل السبل من أجل تدعيم الحقوق هذه. وأكد المشرفون على هذه الدراسة أنه سيتم تكوين فريق عمل للتنسيق بين الأطراف المعنية لتفعيل أهم التوصيات التي ضبطتها هذه الدراسة حول حق النفاذ إلى المعلومة. دولياً، قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين في إطلاق نار أثناء معرض للمواد الغذائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق مصدر أمني أكد مقتل المشتبه بتنفيذه في إطلاق النار، وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين من بينهم جرحى بطلقات نارية. في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، وفي محاولة جديدة لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه، اتفقت الدول الأطراف في الصفقة النووية مع طهران خلال محادثات أجرتها أمس في فيينا. اتفقت على عقد اجتماع لها على مستوى الوزراء، مؤكدة أن رفع العقوبات عن إيران جزء أساسي في الاتفاق. ممثلون عن كل من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الأطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي يمر بأزمة معقدة، أكدوا في بيان للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق خلال اجتماعهم في العاصمة النمساوية فيينا، أكدوا تمسكهم بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرين إلى أن الالتزامات النووية وإلغاء العقوبات ضد إيران يمثلان عنصرين أساسيين في الاتفاق. وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب الاجتماع، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الاجتماع انعقد في أجواء بناءة والمناقشات كانت جيدة، موضحا أنه لم يتم حل جميع القضايا لكن ثمة تعهدات كثيرة بالتمسك بخطة العمل الشاملة المشتركة وبفكرة الحفاظ عليها، قائلا أن كل الأطراف المشاركة الباقية وفية للاتفاق. كما جدد عرقجي في هذا السياق تعهد إيران بمواصلة خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي طالما لم تتم حماية مصالحها والإبقاء بالوعود من قبل الأوروبيين.
كما أشار عرقجي المسؤول الإيراني المعني بالمفاوضات حول مسألة تطبيق الاتفاق النووي إلى أن الدول الأطراف فيه تعمل على وضع خطوات عملية أخرى لتجاوز العقوبات الأمريكية على طهران. وتوازيا مع المساعي الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي الذي يترنح بعد انسحاب واشنطن منه في 8 مايو 2018 وتقليص طهران التزاماتها به، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ممكنة إذا استندت إلى جدول أعمال يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة وعملية، لكن واشنطن لا تسعى إلى الحوار حسب تعبيره. وكشف موسوي أن طهران اقترحت على واشنطن توقيع البروتوكول الإضافي هذا العام بدلاً من 2023 مقابل إلغاء العقوبات، لكن هذا العرض وجه بالرفض، محذراً من أن الخطوة الثالثة من تقليص التزامات إيران النووية ستكون حازمة في حال فشل الجهود الدبلوماسية. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. تواصل فيض التعازي في وفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي. رئاسة الجمهورية تعلن موكب الفرق اليوم، وملك الأردن في زيارة لتقديم التعازي. الهيئة الفرعية للانتخابات تتقبل القائمة الانتخابية للتشريعية القادمة في آخر يوم لإيداع الترشحات. حجاج قابس يتوجهون نحو البقاع المقدسة وسط جهود مكثفة لتيسير الإجراءات الأخيرة لسفرهم. وبإمكانكم مشاهدينا متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.